هذا رجلا طول الله عماركم والسلامة كان بمثابة البريد، يحمل إبل ويودي بضائع، جاء في ذاك المكان ولي ذاك الشيء الأسود اللي قدامه ما يدري هي شاه هي إيش، وهم جاء له شيء مغطى، لما جاء ولهم غطاه تكلم ما تكلم في ونين، رفع الغطاء وله مرة مصابة بالجدري، مرة مصابة بالجدري وسط يقول الجدر؟ ها؟ لا مصابة بالجدري جدر قدر ابو ذبيحه انا دارني قدر ابو ذبيحه ابو ذبيحه هذا اللي يجي شو اسمه مرة مصابة بالجدري مو بالجدر لا لا بالجدري الجدري يقول واول ما ذكر عليه بنته ان بنتي انها لو انها مكان هذه المرأة يا سلام ونوخ ابله ونزل من عليها وقام وخذ مر وحلتيت واعشاب وسحقها جميع وشبله نار وخذ من رمادها يا سلام الحار وحط خلطها مع ذي وقال ميد المرأة ذي تمرغي في الرماد ايه الحار ذا وخذ معها بضعة أيام إلى أن شفاها الله أيام شفيت قال وين أهلت قالت أنا متزوجة لي 3 أشهر وصابتني صابني الجدري وشد وهنى وحتى زوجي راح وخلاني المهم الله عطاها العافية وقال وين هلت قالت أهلي في المكان الفلاني وحملها على ذاك البعير وجاك يسوق لين وصل قالت هذول أهلي وصلنا حوله قال هانتي روحي لهلت وأنا والله ما أدري وش الدنيا بتقول بي لكن روحي علميهم والله وعلمتهم ومعلمتهم قاموا وقالوا يجيبوا الرجال ذا وجابوه وأكرموه ومن ضيفة في ضيفة بيض الله وجهك والله لا يهينك راحوا العيال قالوا والله لو نسوي زوج أختنا اللي الأفاعي نقتله قال أحمد الله إن الله عطى بنتكم العافية والله رزقنا المهم أستاذنوا يمشي ولهم حطين له قطيع من الغنم قالوا هذه هديت لك قال والله ما أخذ هللة واحدة ولا أخذ طرف واحد شيء فعلته لله ما أبغى به إلا الله يا سلام سبحانه يا وتعالى سلام الله وعطها الله العافية وهو عي ما أخذ منهم شيء وواصل مسيره هذه قصتنا يبشر زايدها بالخير. يبشر بالخير سلامتك الله يبشر بالخير سلامتك ما أنسى بيض الله وجهك أبو سعد إيه يا رجال إيه نبي